ماتش خويا داز فيه الموت داز فيه القتيلة اللي جاج بسم الله خويا اسماعيل من الاخر حورية بحال قصرها مع ولاد الدرب شي الوداد بحال لعبنا ماشي شي حومة في كازا اشدوا غيطاتنا من الاخر خويا اسماعيل تبارك الله عليكم ديما الوداد شكرا بزاف يطلع الفرا باسمك يا الحمراء نغني وداد لقران ديك والوانك يشرو في دمي وسكنو في قلبي يا وانتي يا صاحبي والعالم ربي بكرة السكينة تفكر صغر مدف مصر تروف كائنة خائغة تصدروا مجموعة وان شاء الله شامبيونز ليغ مرة ثانية ان شاء الله وامر لابي قصي دوبل في قصي ان شاء الله نجمة غد ثالثة غد زاد فهمتيني وديما وداد ديما وداد ديما وداد انا فان السيد هذا عزيز عليه شكرا شكرا اخويا الله يخليك وش الله ندوزوا علاش لا المرضي مربوحه ان شاء الله مربوحه ان شاء الله شكرا شكرا اخويا المتبعين الخاصين ديالو شكرا ديما وداد شكرا السلام عليكم لي زامي مرحبا بكم معايا في هذا الفلوغ الاول اللي كندير في المغرب من بعد ما رجعت من مونديال روسيا الماتش ديال الوداد كونتر حوريه كوناكري الماتش الرابع ديال الوداد في الدور ديال المجموعات في تشامبيونز ليغ بحال اللي شفنا مع الجمهور كاملين متفائلين وكيامنوا بنتيجه وحده هي الرباح اليوم ان شاء الله مربوحه ديما وداد ان شاء الله شكرا للدراري مرحبا راسك مزيان هذا صاحبي يونس تلاقيتو في المونديال اللي في الامارات غادي نخلي ليه الجو برو غادي نخلي ليه هذه الكاميرا هذه باش يصور بها وغادي يكون مع الجمهور وغادي يدير لنا شي فيديوهات زوينه هكا خويا الله يهديك ما شاء الله فينا ان شاء الله بالنسبه للتشكيله اللي غادي تدخل تغنيوتي نصير والنهيري كومارا وقدارين الكارتي النقاش والسعيدي وناجم بابا توندي والحداد Ce qui m'a encore ému davantage et ce qui m'a plus surtout, c'est l'ambiance, l'engouement que je suis en train de trouver dans ce stade-là. C'est du jamais vu, tu vois. محمد اوناس مبروك عليكم ربح الله يبارك فيك الله يحفظك حسمت تربح في البريمير ميطون جريتو لو ماتش في الدوزيام ميطون مبروك عليكم الله يبارك فيك الحمد لله الله يبارك فيك كيفاش داز بالنسبه لك ماتش خويا داز فيه الموت داز فيه القتيله ماتش سهل هذا بالنسبه لي الحمد لله الان هذا هي ثلاث نقاط غالي علينا وعلى الجماهير ديالنا الحمد لله ثلاث نقاط غتخلينا اننا نقربوا اننا نحسموا التاهل ديالنا وتنهديها للجماهير الوداديه واللي ما دانخليو كاس مدينه الدار البيضاء ان شاء الله الله يحفظك شكرا لك باي باي مبروك عليك فحاولنا نهيو المباراه في الشوط الاول ضغطنا عليها الخصم استطعنا نحققوا ونسجلوا جوج الاهداف من بعد عرفنا كيفاش نسيروا المباراه فكتعرف ما يمكنش نبقاو غادي بداك النسق لان هذه بدايه الموسم صعيب انك تلعب مباريات بهذا الحجم وانت يلاه خارج من فتره الاعداد فعندنا هدف على المدى الصغير هو اننا نحققوا التاهل في صداره المجموعه وهدف على المستوى البعيد ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي معنا نحافظوا على اللقب ديالنا ان شاء الله شكرا بزاف المهم في هذه المقابله وثلاث نقاط حنا دابا كنتظروا المجموعه ديالنا غنحاولوا ان شاء الله باش ندوزوا حنا الاولين في الجروب ديالنا شكرا بزاف يسهل عليكم معايا تاكناوتي اول ماتش ديالك مع الوداد في الشامبيونز ليغ هذا العام اول ماتش بالنسبه ليا هو اول حاجه بعدا تنبغي نشكر الجمهور الودادي
الماتش خدينا بجديه و دونك الحمد لله استقبلناه. مبروك عليكم. شكرا. تبارك الله عليك. اليوم دون ميكونتر اون ايكيب ديفيسيل دو كوناكري بون ا غاني الحمد لله و بي voilà on a 3 points d'avance sur tout le monde donc voilà on pourra négocier le match de Sundowns avec beaucoup de confiance. Beaucoup merci. Bye bye. Merci غزو. حتى حاجه ما تجي سهله الا ما تعذبتيش عليها والحمد لله هذا هو اللي قاموا به اللعابه انهم اداوا واحد المجهود كبير اللي فرحوا به الناس اللي تيقولوا الفريق. مبروك عليكم. ملي كنتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تكون عجبتكم ما تنساوش تخليونا لايك لي كومونتير و لي بارطاج ديالكم. غدا ان شاء الله نتلاقاو في فلوق واحد اخر مع الماتش ديال الرجاء كونتر اسيك ميموزا. بسلام عليكم وخليكم دائما متبعينا على الراديو ماكس. بسلام عليكم.